هاد شفنا صباح اشفيك يا محمد اشفينا محمد بس يا حبيبي بس كيف كيف اعمل حاجة قال له في البيت بيتك وإذا كنت وضعت على منتك ماشي حالها يعني ماشي حالها بس أنا أقول لك الغلط من عندك أنت ما سمعتش كلام والله أقسم بالله أول ما رحت له وريت بضيات والله ما رضيت بجد والله ما بجد زي دي أخت اللي أنا جايبها فوق عندي من اللي جاب الطلبة دي قال لي لا 10 مش عارف ودي مصنع تاني ودي ودي ومنزلها مش عارف لمين ومنزلها لمين ومنزلها لمين بس انا عاوز اقول له ايه بقى لو جت في ايدي من الاول كانت ما جت 10 على 10 خلاص بقى اللي حصل بقى ما تقولش حاجه
اهل ما كانت في دماغه وبدأوا يدخلوا على الفرح. بس يا شيخ فطر الصور. شرم لك شرم 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 في فرم لا في كتيرة والله العظيم كتير كتير كفاية نعم متقلبة حلو بس افتح يا عبد الله يلا يا عبد الله طبعا عامل ازاي ده شوط ما عجبرنا اه صبر لا شحت برضه انت جبت لنا سوي ده غردو قلبها